بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أعزائي طلبة الصف السادس الأدبي، هذا هو آخر درس أو آخر موضوع بالفصل الثالث، وهو من المواضيع المهمة المتمثل بتطبيقات عملية على النهايات العظمى والصغرى المحلية. لمعرفة السؤال وتحديده بين الأسئلة في الامتحانات الوزارية، يجب تمييز هذا السؤال. كيف نميز سؤال التطبيقات من خلال الأسئلة الكثيرة والفروع الوحيدة الذي يحوي عبارة أكبر ما يمكن أو أصغر ما يمكن؟ فعبارة أكبر ما يمكن تعني النهاية العظمى، وعبارة أصغر ما يمكن تعني النهاية الصغرى. نتبع الخطوات التالية في الحل. أولاً، إذا كان هناك شكل هندسي، نرسم الشكل الهندسي ونعين الأبعاد عليه كالطول والعرض ونصف القطر والارتفاع إلى آخره. الخطوة الثانية وهي المهمة، نحدد المعادلة الرئيسية من التعبير المرافق لعبارة أكبر أو أصغر ما يمكن. فمثلا إذا قال جد أكبر مستطيل معناه مساحته، وإذا قال جد محيط أصغر مستطيل معناه محيطه. أما في حالة الأجسام فعبارة أكبر ما يمكن تعني الحجم، وأصغر أو أقل ما يمكن تعني المساحة السطحية. بعد أن كوننا المعادلة، إذا المعادلة فيها متغير واحد مباشرة نشتق ونساوي للصفر وتظهر قيمة المتغير. في الحالات التي توجد فيها متغيرين يجب إيجاد علاقة بينهما من معلومات السؤال أو من مبرهنة فيثاغورس أو تعطى في السؤال أحيانا. نعوض هذه العلاقة في المعادلة الرئيسية فتصبح في متغير واحد، ثم نجد المشتقة الأولى ونجد المتغير الأول بعد أن نجعل المشتقة الأولى تساوي صفر، ثم نعوض بالعلاقة لإيجاد المتغير الثاني. أعزائي، في حالة أي نوع من الأعداد التي تعطى في السؤال، نفرض العدد مهما كان نوعه سواء كان موجب أو سالب أو كسر، نفرضه X. خلونا نلاحظ السؤال الأول هنا، يقول جد عددين مجموعهما 15 وحاصل ضرب أحدهما في مربع الآخر أكبر ما يمكن. إحنا قلنا نفرض العدد مهما كان نوعه X، إذن نفرض العدد الأول X. عددين مجموعهم 15، فإن الثاني هو المجموع ناقص أحدهما ينطينا العدد الآخر، إذن 15 ناقص X هو العدد الثاني. العدد الثاني 15 ناقصا X. الآن أين عبارة أكبر ما يمكن؟ بمن مرتبطة حاصل ضرب أحدهما في مربع الآخر؟ نفرض أن حاصل الضرب هو Y، إذن Y يساوي حاصل الضرب هو Y، حاصل ضرب أحدهما في مربع الآخر، أيهما أفضل وأسهل أن الربع هل هو X أم 15 ناقص X؟ واضح X.
إذن أحدهما اللي هو 15 ناقصا x في مربع الآخر x تربيع، وهذه هي المعادلة الرئيسية أو المعتمدة. منين كونتها؟ من التعبير المرافق لعبارة أكبر ما يمكن. شنو اللي رافقه؟ حاصل ضرب أحد العددين في مربع الآخر، فاختاريت أحد العددين هو 15 ناقصا x والآخر x مربع x تربيع. هذه المعادلة في متغير واحد، ما علينا إلا أن نشتقها ونجعل المشتقة تساوي صفر. إذن هل نشتق حاصل ضرب أفضل أم نشتق بعد فتح الأقواس حتى يكون الاشتقاق لمجموع عدد من الدوال؟ إذن y يساوي، راح نوزع x تربيع فيصبح 15x تربيع ناقصا x تكعيب. y فتحة اللي هو dy على dx نشتقها، إذن تصبح 15 في 2 30 x ناقصا x تكعيب 3 x تربيع. نجعل y برايم تساوي صفر. ليش نجعلها يساوي صفر؟ لأن قال لي أكبر ما يمكن معناه نهاية عظمى، وبالنهايات سواء كانت العظمى أو الصغرى تكون المشتقة الأولى تساوي صفرا. إذن 30 x ناقصا 3 x تربيع يساوي صفر. نجد عامل مشترك هنا 3 x، ايش راح يتبقى هنا؟ 10 ناقص، و 3 x تربيع تقسيم 3 x x ويساوي صفر. اما 3 x يساوي صفر، اذا x يساوي صفر يهمل. وبعدين هم اقول لك شنو سبب انه هملته، او 10 ناقصا x يساوي صفر فان x تساوي 10، وهذا هو العدد الاول. اذا العدد الثاني 15 ناقصا x يعني 15 ناقص 10 ويساوي 5 العدد الثاني. فلاحظ مجموعهما هو 15. حتى نشوف نختبر أي العددين العشرة والخمسة، ولماذا ظهر الصفر وآني هملته وعشرة. فأخذت الصفر والعشرة من ظهرة قيم x الصفر والعشرة، وده نختبر إشارة المشتقة الأولى على مستقيم الأعداد. طبعا هذا الاختبار فقط للاطلاع وليس مطلوب ضمن الحل. الآن انطيت عدد أصغر من الصفر سالب واحد، وين راح أعوضه؟ بالمشتقة الأولى، وإن المشتقة الأولى إياتها سالب واحد في 30 سالب، سالب واحد تربيع موجب واحد في سالب 3 سالب، فيصبح هنا الناتج. إذا ردت هنا أنا أفضل هنا تختبر حاصل الضرب، أسهل لأنه هنا بهيك حالة لازم تجمع وتطرح وتربع. فإذا أخذت سالب واحد 3 في سالب واحد سالب 10 ناقص ناقص واحد 10 زائد واحد موجب، حاصل ضربهما سالب. إذن هذه منطقة تناقص. انطيت عدد أي عدد بين الصفر والعشرة مثل العدد واحد، فثلاثة في واحد موجب وعشرة ناقص واحد موجب وموجب في موجب موجب، وهذه منطقة تزايد.
وإذا انطيت عدد أكبر من العشرة مثل 11 وعوضت هنا بالمشتقة الأولى، فثلاثة في 11 موجب، وعشرة ناقص 11 سالب، وموجب في سالب سالب، وهذه منطقة تناقص مثل ما تعلمنا في مناطق التزايد والتناقص. هنا نهاية صغرى بينما هنا نهاية عظمى محلية، لذلك ما يكون أكبر ما يمكن عندما يكون العدد X يساوي 10. قلت هذا الجزء اللي هو اختبار إشارة المشتقة للاطلاع ومداخل ضمن حل السؤال. الآن السؤال الثاني، ما العدد الذي زيادته على مربعه أكبر ما يمكن؟ أيضا نفرض العدد يساوي X، إذن مربع العدد X تربيع. نفرض الزيادة، نرمز لها أي رمز أنت تختاره مثل Y أو M أو Z، أي رمز. الآن أريد أكون المعادلة. ما معنى الزيادة؟ الزيادة هي الفرق. فمثلا أنا أقول ما زيادة 10 على 4 6، اللي هي 10 ناقص 4. إذن الزيادة Y زيادة العدد على مربعه، معنى العدد أكبر من مربعه، فراح يكون X ناقصا X تربيع، وهذه هي المعادلة الرئيسية. فإذا ننتبه، الزيادة هي الفرق، زيادة العدد على مربعه معنى العدد أكبر من مربعه، فالفرق بينهما هو الزيادة. لاحظ المعادلة في متغير واحد، نشتق ونساوي للصفر. إذا Y برايم تساوي 1 ناقص 2 X. نجعل Y برايم تساوي 0، 1 ناقص 2 X يساوي 0، 1 يساوي 2 X، إذن X يساوي نصف، وهذا هو العدد. لاحظ لو ربعته يكون ربع، النصف أكبر من الربع. ليه؟ معرفة الحل فيما إذا كان صحيحا معنى الزيادة أكبر ما يمكن، فنجي ندرس إشارة المشتقة، وقلنا هذه للاطلاع حتى يتأكد الطالب من النتيجة إنها نهاية عظمى. الآن أنطي عدد أصغر من نصف صفر ونعوضه بالمشتقة، هي المشتقة الأولى، 1 ناقص 0 موجب، أكبر من نصف 1، 1 ناقص 2 سالب، تزايد تناقص، صحيح أنها نهاية عظمى محلية عندما يكون العدد يساوي نصف. نستمر أحبائي الطلبة في حل هذه المجموعة من التمارين، ونأتي إلى السؤال الثالث. جد عددين موجبين، معناه إذا ظهر عندي عدد صفر نهمله، وإذا ظهر عدد سالب أيضا نهمله، مجموعهما 15، وحاصل ضرب مربع أحدهما في مكعب الآخر أكبر ما يمكن. لاحظ أكبر ما يمكن، مثل ما اتفقنا في عملية الحل، إذا عندي أعداد نفرض العدد الأول X، مجموع العددين 15، إذن العدد الثاني 15 ناقصا X، إذن العدد الثاني
15 ناقصا x. الآن أريد أكون المعادلة. ما هي العبارة التي ترافق التعبير أكبر ما يمكن؟ حاصل الضرب. إذن نفرض أن حاصل الضرب، نفرض حاصل الضرب أي رمز أنت تختاره مثل y. الآن أكون المعادلة الرئيسية. حاصل الضرب y يساوي مربع أحدهما في مكعب الآخر. إحنا نحل للي صرف لنا، يعني اللي أبسط أنه أكعب 15 ناقص x. لو أكعب x طبعا مكعب x أفضل. إذا مربع أحدهما فهو 15 ناقصا x تربيع في مكعب الآخر x تكعيب. هذه هي المعادلة الرئيسية اللي كوناها من التعبير المرافق لأكبر ما يمكن، حاصل ضرب مربع أحدهما في مكعب الآخر. ما علينا إلا أن نفتح الأقواس وناخذ المشتقة الأولى ونساويها للصفر. واي يساوي هذا المربع الحدانية، مربع له 15 225، ضعف الأول في الثاني 30x زائد المربع الثاني x تربيع مضروب في x تكعيب. إذن y يساوي نوزع ال x تكعيب على الحدود 225x تكعيب ناقص 30x أس 4 عند الضرب تجمع الأسس، وأخيرا x 2 في 3 6 عند الضرب تجمع الأسس فيصبح 5. بعد أن وزعنا ال x تكعيب على الحدود للقوس أصبح عندي y يساوي 225 x تكعيب ناقصا 30 x أس 4 عند الضرب تجمع الأسس، وهنا أصبح x للأس 5. الآن نجد المشتقة الأولى y برايم يساوي 3 في 225 675 x تربيع ناقص 4 في 3 120 x أس 3 نطرح واحد من الأس، وأخيرا 5 x أس 4. الآن نجعل y برايم تساوي 0 ونقسم على الحدود جميعها على 5. إش تصبح 675 إذا قسمتها على 5 135 x تربيع ناقص 120 إذا قسمناها على 5 24 x تكعيب، وأخيرا 5 تقسيم 5 1 ويبقى x أس 4 يساوي 0. الآن هذه المعادلة بعد الاشتقاق وساويناها للصفر حتى نحلل، هناك عامل مشترك اللي هو x تربيع. x تربيع عامل مشترك، راح يبقى هنا 135 ناقصا 24 x تكعيب راح يبقى 24 x، وأخيرا x أس 4 يبقى منها x تربيع لأن استخرجنا عامل مشترك هو x تربيع. الآن أحلل هذا القوس ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية في متغير واحد بطريقة التحليل بالتجربة. فال135 هي عبارة عن 15 في 9، أما الـ x تربيع فهي x في x
إشارة الحد الأخير موجبة متشابهة من نوع الوسط حتى تتأكد ناقصا 9x وناقص 15 ناقص 24 x الحد الأوسط. أما x تربيع يساوي 0 فإن x يساوي 0 يهمل. السبب لأن قال لي عددين موجبين أو 15 ناقصا x يساوي 0 إذن x يساوي 15 هذا العدد الأول أو 9 ناقصا x يساوي 0 فإن x يساوي 9. ظهرت عندي قيمتين الاكس، طبعا ما يجوز قيمتين في آن واحد وهما يمثلان نهاية أو ما، إذن نختبر أيهما هو الصحيح يعني عنده نهاية أو ما، فنأخذ إشارة المشتقة الأولى، نأخذ مستقيم الأعداد ونضع قيم x عليه 9 وال 15 ونيجي نقول إذا انطيت عدد أصغر من 9 مثل 8 وين عوضه؟ وهي بحالة التحليل لأن هنا لازم أجمع وأطرح إلى آخره. إذا أخذت 8 15 ناقص 8 موجب 9 ناقص 8 موجب موجب في موجب موجب إذن هنا تزايد بين 9 وال 15 مثل 10 15 ناقص 10 موجب 9 ناقص 10 سالب وموجب في سالب سالب وهنا منطقة تناقص. إذا أخذت عدد أكبر من 15 16 15 ناقص 16 سالب و9 ناقص 16 أيضا سالب وسالب في سالب موجب عند 9 نهاية عظمى وعند 15 نهاية صغرى وهو قال لي أكبر ما يمكن إذن x يساوي 9 هو العدد الأول. إذن بال 15 x يساوي 15 أيضا أهله. أما العدد الثاني هذا قيمة ال x، أما العدد الثاني فهو 15 ناقصا x يعني 15 ناقصا 9 ويساوي 6 العدد الثاني. هذا كان السؤال الثالث. الآن إذا أجيت إلى السؤال الرابع اللي يقول جد عددين مجموعهما 10 وحاصل ضرب مربع أحدهما في مربع الآخر أكبر ما يمكن، فراح نحل للسؤال هذا بعد كملنا أنتوا راح تلاحظوا زين ومن تعيدوا عيدوا للفيديو أيضا وحتى يكون بالنسبة لكم واضح جدا. نجي إلى السؤال اللي بعد السؤال 4 فنبدأ أيضا العددين مجموعهما 10 نفرض العدد الأول x مجموعهما 10 إذن العدد الثاني المجموع ناقصا العدد الأول فعشرة ناقصا x هذا العدد الثاني. الآن نكون المعادلة من التعبير اللي مرافق لأكبر ما يمكن حاصل ضرب إذا نفرض حاصل الضرب الضرب يساوي y مثلا. الآن أكون المعادلة حاصل الضرب y يساوي حاصل ضرب مربع أحدهما x تربيع في مربع الآخر 10 ناقصا x تربيع
هذه هي المعادلة الرئيسية اللي كوناها من التعبير المرافق لعبارة أكبر ما يمكن، اللي تقول أن حاصل ضرب مربع أحدهما في مربع الآخر. الآن هذه المعادلة حتى نبسطها y تساوي x تربيع، نفتح هذا القوس، مربع الأول 100 ضعف الأول في الثاني 20 x وزائد مربع الثاني x تربيع. أوزع ال x تربيع على القوس يصبح 100 x تربيع ناقصا 20 x أس 3 وأخيرا x للأس 4. هذه المعادلة في متغير واحد. الآن نجد المشتقة y برايم اللي هي dy على dx، فاثنين في 100 200 x ناقص، وثلاثة في 20 60 x تربيع، وأخيرا 4 x تكعيب. نجعل y برايم تساوي صفر ونقدر نقسم على 4 ونقسم على 4 جميع الحدود. 200 تقسيم 4 50 x ناقص 60 تقسيم 4 15 x تربيع، وأخيرا 4 x تكعيب نقسمها على 4 يبقى x تكعيب ويساوي 0. لاحظ هذه المعادلة، هناك x عامل مشترك، راح يبقى عندي 50 ناقصا 15 x زائدا x تربيع يساوي 0. هذه المعادلة نحللها، x في قوسين هنا يساوي صفر، تجربة. نجي إلى الخمسين، هي عبارة عن 5 في 10، والأكس تربيع هي x في x، وإشارة الحد الأخير موجبة متشابهتان من نوع الوسط. لاحظ ناقصاً 10x ناقص 5x ناقص 15x الحد الأوسط، إذن تحليلك صحيح. الآن أما x يساوي 0 يهمل، أو 5 ناقصاً x يساوي 0 فإن x تساوي 5، أو 10 ناقصاً x يساوي 0 فإن x يساوي 10. الآن أي الأعداد راح نأخذهم؟ نختبر إشارة المشتقة الأولى، هنا نأخذ الصفر ونأخذ الخمسة ونأخذ العشرة، ونجي نختبر إشارة المشتقة. أخذت عدد أصغر من الصفر سالب واحد، وين راح أعوض؟ بالمشتقة الأولى وهي بحالة التحليل. x سالب واحد هذا سالب، 5 ناقص ناقص واحد، 5 زائد واحد موجب، 10 ناقص ناقص واحد موجب، حاصل ضربهما سالب، إذن هنا تناقص. بين الصفر والخمسة مثل العدد واحد، فأكس واحد موجب، 5 ناقص واحد موجب، 10 ناقص واحد موجب، وحاصل ضرب هذه الإشارات موجب، إذن هاي منطقة تزايد. بين الخمسة والعشرة مثل العدد ستة، أكس ستة موجب، 5 ناقص ستة سالب، 10 ناقص ستة موجب، موجب في سالب في موجب سالب، تناقص. أكبر من العشرة 11، 11 موجب، 5 ناقص 11 سالب، 10 ناقص 11 أيضا سالب، سالب في سالب موجب في موجب موجب تزايد. أكبر ما يمكن، إذن هنا عظمى محلية بينما هنا صغرى
وهنا ايضا صفر. فمن اللي راح ناخذه اكس يساوي 5، هذا هو العدد الاول. اذا العدد الثاني 10 ناقصا 5، 10 ناقصا اكس يعني 10 ناقصا 5 ويساوي 5، هذا هو العدد الثاني. إذن الأعداد العددين المجموعهم 10 هما الأول 5 والثاني أيضا 5. السؤال الأخير في درس اليوم هو: قطعة أرض مستطيلة الشكل يحدها نهر من إحدى جهاتها. هذه هي القطعة الأرض المستطيلة، وهذا اللي يحدها من إحدى الجهات النهر. المطلوب إيجاد أكبر مساحة لهذه الأرض يمكن تسييجها بسياج طوله 100 متر. أكبر مساحة، انتبه، أكبر مساحة. إذن مساحة الأرض هي المعادلة الرئيسية. رسمنا المستطيل اللي يمثل قطعة الأرض، وهنا فرضت أن طولها X وعرض القطعة المستطيلة هو Y. الآن أكون المعادلة الرئيسية، قلت نفرض أن طول القطعة، نكتبها إذا هذه، نفرض أن طول القطعة المستطيلة، نفرض الطول يساوي X متر، ونفرض العرض يساوي Y متر. المساحة الأريا أي المساحة تساوي X في Y، هذه هي المعادلة الرئيسية. من كوناها؟ أكبر مساحة. إذن المعادلة الرئيسية معادلة المساحة. كم متغير هنا؟ اثنين، الاكس والواي. إذن يجب إيجاد علاقة بينهما. العلاقة بين الاكس والواي معطاة في السؤال، فلاحظ ايش قايل لي؟ يمكن تسييجها بسياج طوله 100 متر. السياج شي يمثله؟ طبعا النهر بعد ما يصير سياج، فطول السياج هو عبارة عن X زائد Y زائدا Y. إذن في هذه الحالة نجد أن X زائدا X زائدا Y زائد Y 2Y يساوي 100. هذا منين أخذته؟ من طول السياج. طول السياج هذا أحتاج وين حتى أجد علاقة بين الأكس والواي؟ إذن الأكس يساوي 100 ناقصا 2 واي. هذه هي العلاقة اللي تربط المتغيرين الأكس والواي. وين راح أعوض هذه العلاقة؟ في معادلة واحد. إيش تصبح؟ أي تساوي الأكس 100 ناقصا 2 واي في واي. أوزع الواي، الأريا المساحة، 100 واي ناقصا 2 واي تربيع. الآن أصبحت المعادلة في متغير واحد، نشتق ونساوي للصفر. أي برايم اللي هي دي أي على دي واي تساوي 100 واي 100 ناقص 2 في 2 4 واي. نجعل أي برايم تساوي صفر، يؤدي أن 100 ناقصا 4 واي يساوي صفر. 100 تساوي 4 واي، فإن واي تساوي
100 تقسيم 4 25 متر، هذا شيء يمثل العرض. يبقى منه يبقى الاكس، اذا الاكس تساوي وين نعوض؟ بالعلاقة. اكس تساوي 100 ناقصا 2 واي، يعني 2 في 25 50، اذا اكس تساوي 50 متر. هذا الطول وهذا 25 العرض. هو يريد المساحة، نرجع وين راح نعوض؟ بالمساحة. اذا الاي تساوي المساحة تساوي اكس في واي، اذا 50 في الواي 25، اذا 50 في 25 الاريا 1250 متر مربع المساحة، وهذه أكبر مساحة. وبالإمكان نعرف أن هذه المساحة نهاية عظمى محلية. نختبر إشارة المشتقة الأولى، وأرجع أقول الاختبار للاطلاع. فالمعادلة إيش قد طلعت بها قيمة الواي؟ 25، هذه 25. هسه نجي نعطي عدد أصغر من 25، وين أعوضه؟ أعوضه بالمشتقة الأولى. أصغر من 25 فيها 20، 4 في 20 80، 100 ناقص 80 موجب، إذن هنا تزايد. أكبر من 25 30، 4 في 30 120، 100 ناقص 120 سالب، إذا عند 25 تكون نهاية عظمى محلية، بمعنى أن المساحة أكبر ما يمكن. أعزائي الطلبة، طلبة الصف السادس الأدبي، ما تبقى من الفصل الثالث 5 تمارين تخص التطبيقات لمعرفة ما لدينا من الفصل الأول والثاني وجزء من الفصل الثالث الذي لم يسجل. تابع منصة بكالوريا دوت أونلاين وسأكون هناك في خدمتكم. أنا سأشرح جميع الأمثلة والتمارين الخاصة بالفصل الأول والثاني وجزء من الفصل الثالث. نتمنى لكم أن تكون درجاتكم ممتازة في الامتحانات العامة، ونلقاكم على خير.